خوين جام تريدني امشى ويا لاني كسر قلبه ولا رحمني ولا رحمني ابويا من انا بجني تردي جني لي وجعك يوم وجدي. السلام عليكم. مثل ما قرأت بعنوان الفيديو الرد المفصلي على فاق الشيخ علي. طبعا سبب تصوير هذا الفيديو والفيديو القبله لان الموضوع جدا خطر، واذا تسند قلي وين الخطورة راح اجاوبك بالآتي. فاق الشيخ علي اتكلم على العمامة الشيعية الدينية وليس السياسية ببرنامج مليوني، اغلب اللي تابعوه شيعة، فلما يمر هذا التجاوز ببرنامج اغلبيته شيعة وياخذون الموضوع بضحك وسخرية، فهنا تكمن خطورة الموضوع وخطورة جدا حقيقية. هذا الفيديو نحكي على تناقضات فاق الشيخ علي، ومن خلال سنتين متابعة على تويتر من خلال تغريداته عرفت التوجه اللي يميل إليه. فاق الشيخ علي يميل إلى الدولة المدنية اللي يدعو بيها إلى فصل الدين عن السياسة. إذن أنت أعبد رب العالمين، أعبد بقرة، أعبد ما أعرف فارة، تبقى أنت مواطن عراقي ومن دون أي حق لطرف آخر أن يمس بمعتقداتك وبالأمور الدينية اللي أنت تمارسها أو تعتقد بيها. وهذا أول تناقض وقع به فاق الشيخ علي لما قال إنه المنابر الحسينية وإن الخطباء اللي يرتقونها مجرد همهم الفلوس، وأحمد البشير يسوي نفسه واو. بالنسبة للتناقض الثاني، هو دائما يمجد بثوار تشرين ودائما يقول أني متبني وجهات نظرهم وإنهم أولادي وإنهم ما أعرف أخواني وأهلي. نشوفه تجاوز على معتقدات أبناء تشرين لأن ثورة تشرين ما قاتها غير الشيعة، أو خليني أقول أغلب الشيعة، إلا إذا كانوا غير الشيعة موجودين بالناصرية وبالبصرة وبابل وبالنجف وبكربلاء. كل متظاهرين تشرين هم شيعة، وكل متظاهرين تشرين هم يعتقدون بأن المنبر الحسيني قدم دروس إصلاحية لا غنى عنها، ويعتقدون بالخطيب اللي يجلس على هذا المنبر أنه هو دعوته دعوة إصلاحية. فهم يعرفون يميزون بين العمامة السياسية والعمامة الدينية. أبناء تشرين نفسهم يروحون للزيارة مشي، أبناء تشرين نفسهم يطبرون، نفسهم يلطمون، أقلها يمارس طقس ديني واحد بعاشوراء، الطقوس الدينية اللي حضرتك أنت تستهزئ به. فما يصير تتناقض ويا نفسك أنك تقول أنه أبناء تشرين أبنائي وبعدها تسب وتستهزئ بمعتقداتهم. ذني مجرد تناقضين وقع بها فاق الشيخ علي، لأن تناقضين ما أعتقد أي منصف يقدر يبرأ ساحة فاق الشيخ علي منهن. أما ثالثا فهو تناقض وقع به أحمد البشير وفاق الشيخ علي مع بعض. برنامج البشير شو هو برنامج سياسي ساخر، ما أعرف ليش تكلمتوا على الإمامة وزجيتوا الدين بأغلب فقرات اللقاء، وانتم ما حكيتوا على العمامة السياسية حتى اقدر اعذركم واقول من ضمن فقرات البرنامج. انتم حكيتوا بالعمامة الدينية اللي تمثل عمامة رسول الله وما حكيتوا على العمامة السياسية مثل ما قلت، فهذا التناقض جدا واضح وسافر من حضراتكم. طبعا اكرر تصوير مثل هذا الفيديو هو لخطورة الموضوع. طبعا هنا نوصل لنهاية الفيديو، وبس هذا كان عندي اياكم وبي. So.